الله وبركاته. معكم أنا سوسن مكي، مدرسة اللغة العربية في المدرسة الفلسطينية المشتركة للصف الأول الابتدائي. أعزائي الطلاب، ما رأيكم أن نستعد لمشاهدة ومتابعة درسنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لننطلق. هيا بنا. الدرس السادس عشر، حرف القاف. لنستمع لصوت قا ق قو ق قي ق. لنستمع لصوت المقاطع التالية قا قو قي من خلال هذه الكلمات ونردد. قال، قارب، حقول، عقول، دقيق، فقير. لنستمع أعزائي الطلاب لصوت قا ق قو ق قي ق من خلال هذه الكلمات. قارب، قا، قمر، ق، حقول، قو، قلوب، ق، دقيق، قي، قطار، ق. والآن لنستمع لقصة حرف القاف. فكر قاسم ورفيق في عمل لمساعدة المحتاجين في قريتهم، فجمعا نقودا في صندوق صغير. شاهد قاسم ورفيق فقيرا في الطريق. قال رفيق: سنعطي النقود للفقير. قال قاسم: وأنا سأعطيه قميصا. نجيب شفويا. والآن بعد الانتهاء من سماع القصة، ما رأيكم أن أطرح عليكم بعض الأسئلة بحيث تكون الإجابة حسب ما ورد في القصة؟ ولنبدأ بالسؤال الأول: ماذا جمع قاسم ورفيق؟ أحسنتم، جمع قاسم ورفيق النقود. حسنا، أين وضع قاسم ورفيق النقود؟ أحسنتم، وضعوها في صندوق صغير. ماذا شاهد الأطفال في الطريق؟ شاهدوا فقيرا. حسناً، ماذا سيعطي رفيق الفقير؟ سيعطيه النقود. أحسنتم. حسناً، ماذا سيعطي قاسم الفقير؟ سيعطيه قميصاً. اسم الحرف وصوته. هذا الحرف اسمه قاف وصوته إق. إق. الآن رددوا من ورائي أطفالي الأعزاء صوت هذا الحرف: إق، إق، إق. أحسنتم. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا نتعلم أشكال حرف القاف. هيا بنا. الآن سأعرض عليكم بعض الكلمات لنرى أين موقع القاف من هذه الكلمة؟ ولنبدأ بالكلمة الأولى: كلمة ق مر، كلمة قمر. هذه الكلمة أعزائي الطلاب، هل تحتوي على حرف القاف؟ نعم. أين جاء؟ في أول الكلمة. أحسنتم. لنرى كيف يكتب هذا الشكل. انظروا كيف يكتب، له رقبة ويد ممدودة، ولا أنسى النقطتين. حسنا،
لنرى الكلمة الثانية، كلمة مقص. هذه كلمة مقص، هل تحتوي على حرف القاف؟ نعم، أحسنتم. أين جاءت؟ جاءت في وسط الكلمة، حيث أن يكون لديها يدان اثنتان. أحسنتم. لنرى كيف تكتب، هكذا يد ثم رأس القاف فوق السطر واليد الأخرى والنقطتين. إذن الآن عندنا شكلين، شكل في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. الآن لنرى الكلمة الثالثة، برق. هل كلمة برق تحتوي على حرف القاف؟ نعم، أحسنتم. أين جاء؟ جاء في آخر الكلمة منفصل، ويكتب بهذا الشكل. انظروا كيف يكتب، بهذا الشكل. أحسنتم. إذن أين موقع هذا الشكل؟ في آخر الكلمة منفصل. الآن الكلمة الأخيرة لنقرأها سوية، سبق. سبق، هل تحتوي على حرف القاف؟ نعم، أين جاء؟ في آخر الكلمة متصل. لننظر كيف يكتب، يد ثم رأس القاف فوق السطر والجزء الأخير أسفل السطر وأضع النقطتين. إذن لدينا هنا أربعة أشكال، هذا الشكل في أول الكلمة، وهذا الشكل في وسط الكلمة، وهذا الشكل في آخر الكلمة منفصل، وهذا الشكل في آخر الكلمة متصل. أحسنتم أحبابي الصغار. الآن سنتعلم كيفية لفظ حرف القاف مع الحركات ومع حروف المد. الآن صوت القاف مع الفتحة يكون صوته ق ق. مرة أخرى، ق. أحسنتم. وعند وضع الضمة فوق القاف يصبح الصوت قو قو. أحسنتم. وعندما أضع الكسرة في أسفل القاف يصبح الصوت قي قي. أما عند وضع السكون فوق القاف فيصبح الصوت إق إق. لنقرأ مرة أخرى القاف مع الحركات، القاف مع الفتحة ق، مع الضمة ق، مع الكسرة ق، أما مع السكون إق. الآن عندما يتحول الصوت من صوت صغير مع حركة قصيرة إلى صوت طويل مع حروف المد فيصبح الصوت حرف القاف مع حرف المد الآ قا، حرف القاف مع حرف المد الأو قو، أما حرف القاف مع حرف المد الإي فيصبح الصوت قي. مرة أخرى، قا قو قي. الآن سأكتب هذه الكلمة ولنقرأها سوية، قارب قارب. أحسنتم. الآن هذه الكلمة، قوت. ماذا أصبحت الكلمة؟ قوت. أحسنتم. والآن نستخدم المقطع قي، هيا، با قي. مرة أخرى، با قي. أحسنتم أحباب الصغار. هيا بنا نتذكر ما تعلمنا، أشكال حرف القاف. هذا الشكل يكتب في أول الكلمة، وهذا
في وسط الكلمة. أما هذا الشكل فيكتب في آخر الكلمة متصل، وهذا في آخر الكلمة منفصل. الآن سنتعلم لفظ حرف القاف مع الحركات. حرف القاف مع الفتحة ق، مع الضمة قو، مع الكسرة ق، أما مع السكون إق. هيا رددوا من بعدي: ق قو قي إق. أحسنتم. الآن حرف القاف مع حروف المد. حرف القاف مع حرف المد الآ قا، مع حرف المد الأو قو، مع حرف المد الإي قي. هيا ورددوا من بعدي: قا قو قي. أحسنتم أحباب الصغار. التدريبات. والآن بعد الانتهاء من تجريد حرف القاف، ما رأيكم أن ننتقل لحل التدريبات؟ فعليكم أعزائي الطلاب إحضار الكتاب والاستعداد لحل هذه التدريبات. هيا بنا. السؤال الأول، ويقول: ندل على حرف القاف. أمامكم أحبابي الصغار مجموعة من الحروف، عليكم وضع دائرة حول حرف القاف من بينها. إذن الآن لنرى أين القاف ونضع دائرة حولها. أين القاف؟ أحسنتم، هذه قاف، وأيضا هذه، وأيضا هذه، وأيضا هذه. أحسنتم. الآن لننتقل إلى السطر الثاني، وهي وضع دائرة أيضا حول القاف لكن من الكلمة، ولنبدأ بكلمة رحيق. أين جاء القاف هنا؟ في آخر الكلمة متصل. أما كلمة صندوق جاء حرف القاف في آخر الكلمة منفصل. كلمة رفيق أين حرف القاف؟ في آخر الكلمة متصل. كلمة قاموس أين حرف القاف؟ في أول الكلمة. أما كلمة صقور أين حرف القاف؟ في وسط الكلمة. أحسنتم. أما كلمة عقد أين حرف القاف؟ جاء في وسط الكلمة. أحسنتم. ولننتقل للتدريب الثاني. التدريب الثاني يقول: نصل بين كل كلمة وصورة حرف القاف فيها. الآن سأقرأ الكلمات وبعد ذلك نصل بين الكلمة والشكل المناسب لحرف القاف فيها. كلمة صادق، قاس، قرن، مقلوب، فرق. ولنبدأ بالكلمة الأولى. كلمة صادق، ما هو شكل القاف بها؟ أحسنتم، هذا هو الشكل المناسب. كلمة قاس، ما هو الشكل المناسب لحرف القاف بها؟ أحسنتم، هذا هو الشكل المناسب. كلمة قرن، ما هو الشكل المناسب؟ أحسنتم، هذا هو الشكل المناسب. كلمة مقلوب، ما هو الشكل المناسب للقاف؟ أحسنتم. أما كلمة فريق، ما هو الشكل المناسب للقاف بها؟ هذا هو الشكل المناسب. أحسنتم. ولننتقل للتدريب الثالث. نحلل. هذا السؤال يطلب منا أن نقوم بتحليل الكلمة إلى حروف، بحيث أضع كل حرف في بيته الخاص مع مراعاة كتابة الحرف حسب شكله في الكلمة. فلنبدأ بكلمة قال. بهذا الشكل نقوم بتحليلها. انظروا كيف. كلمة حقوق، انظروا كيف نقوم بتحليلها وتفكيك الحروف عن بعضها البعض ووضعها في بيتها الخاص. الآن كلمة صادق، انظروا كيف نقوم بتحليلها إلى حروف. رائعون. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه. الآن
وصلنا إلى السؤال الأخير الذي يقول: نكتب حرف القاف في المكان المناسب. الكلمة الأولى جاء الفراغ فيها في أول الكلمة، هذا هو الشكل المناسب، إذن تقرأ هذه الكلمة قارب. أما الكلمة الثانية فقد جاء الفراغ في وسط الكلمة، هذا هو الشكل المناسب، أصبحت الكلمة كلمة مقلوب. أما الكلمة الثالثة فالفراغ جاء فيها في آخر الكلمة، هذا هو الشكل المناسب، إذن تقرأ الكلمة صادق. أما الكلمة الرابعة فجاء الفراغ أيضا في آخر الكلمة بهذا الشكل، تصبح الكلمة كلمة عميق. أما الكلمة الأخيرة فجاء الفراغ فيها في آخر الكلمة بهذا الشكل، وأصبحت الكلمة تقرأ بساق، ساق. أحسنتم أحبابي وبارك الله فيكم.